يالله بنوم به تباشير الأمطار، تهل وبله فوق شبه الجزيرة، وتاتي يا أبو مالك لنا عنها الأخبار، كلن يبشر سالة اليوم ديرة في دخلة الوسمي بعد موسم حار، كلن يكافي بالبشارة بشيرة، في دخلة الوسمي بعد موسم حار، كلن يكافي بالبشارة بشيرة، وناخذ لنا مده بعد والى الأقدار، يظهر بها الباذر على أول نشيرة، يبدأ الخضار وكل أرض لها زار لبسة جديد، وغرد الصبح طيره واستبشرت في مقدمه عكشة لو بار تبي الربيع اللي سحرها عبيره، واستبشرت في مقدمه عكشة لو بار تبي الربيع اللي سحرها عبيره، تبي الفياض اللي بها العشب نوار برسيمها عاف طعمه وشعيره، تبي تسوق الرجل وتمد الانظار، ما هي من اللي مسكنها ذي حظيره، يضيق صدر البل وتجوب الاقطار، الله خلقها للامور العسيره، يضيق صدر البل وتجوب الاقطار، الله خلقها للامور العسيره، ما همها طول المسافه والاخطار، كل وصفها بالوصوف الشهيره اللي غلاها من ضحاياها الاعمار، يوم المغازي والسيوف الشطيره تتبعها، واللي بالمعالي لهم كاره للمكارم والوجيه السفيره، تتبعها واللي بالمعالي لهم كار اهل المكارم والوجيه السفيره، اللي اليامن جيتهم شبه والنار، كل في رحبك صادق من ضميره، وصبوا لك الفنجال مره وتكرار، وعود النشامه كل نشمي يديره، وكبش لما جوبك يجيبونه خيار بصنيه فوقه زمه مستديره، وكبش لما جوبك يجيبونه خيار بصنيه فوقه زمه مستديره، وسوالف ما هي سواليف ثرثار فيها الفوائد والمعاني غزيرة، وتداولوا من بينهم حلوة الأشعار قصائد بالصف الأول جديرة، في مجلس فيها المشاكيل حضار ناس لهم في صفحة المجد سيرة، هذا لهم صاحب وهذا لهم جار، وهذاك رواد يرود البعيرة، يا زين جلستهم على بن وبهار، جلسة سمر فيها الطرائف كثيرة، يا زين جلستهم على بن وبهار، جلسة سمر فيها الطرايف كثيرة، وناموا وقاموا يا بدر وقت الأسحار، قبل الفجر والنار مثل السعيرة، ودقوا لهم نجر طويلين الأشبار، يجذب بصوته طيبين السريرة، ودلال بغداد لهن حطوا وجار فنجالهم بيدين ناس خبيرة، وبعد الفجر كل على رغبته سار، يتبعها وذوده يتبع مسيره، مثل العساكر ذودهم قدم الأحرار، صفت جيوش بالأمور الخطيرة، مثل العساكر ذودهم قدم الأحرار، صفت جيوش بالأمور الخطيرة، هي منوتي والله عليم بالأسرار، يغيثنا الله وانتمتع بخيره، الواحد اللي نطلبه سر وجهار هو الرحيم، أولى لنا رب غيره، محمد ابن جزاع الأسلمي.